اتكلم ولا اتكلم بحث. يا بسيئك وليد سفيان سعدي تعبر عليكم تقريبا. انا ما تعرفش اعذر لي يزمك تفقد الاحساس باش تعيش. ما دام الانتاج اربعة ثلاثة ست كومات وزوز مسلسلات وفهمتني، وكما يقول بلال ديما يلوم على التلفزه الوطنيه اللي عندها ميزانيه نعرفش قداش، اللي نورمالمون هي راهي تعمل في برشا انتاجات وبرشا، وراهم الممثلين براسك الكل يخدم كما كانت قبل الوكاله الوطنيه للنهوض بالقطاع البصري، كانت حتى من جو جو تخدم حتى مسلسل عام كامل. توا سيدي تجي تعطي مسلسل للمنتج فهمني ولا احبابه واصحابه من المنتجين ما عنده شيء في القناه الصعب، ما فهمتش انا كيفاش يعطوه هو ديجا مرهون هو باش تشري كرهبه يلزمك تدفع 20 مليون البنك تقول لك وري اللي عندك فلوس، تو باش تنتج مسلسل ما عندكش فلوس. والله فما منجين مرهون في البنك صابوا لهم الترونش الاول باش خرج من الرهنيه تو هذا ناوي باش يخلصنا فهمني. واحد عاد كان خدم تراسيل يجروا للمنجين برحمه بوك ولا شو واحد يقرق بيه. والله انا والله يا نوف المسكين الممثل فهل بلي انا ايش اقول لك، انا تو اقول قايل انا هاني وسطينا مثلا ولا غيري، اما برب اللي يقعد يستنى في عمل اللي يقول هذه الخبز الوحيده من رمضان من رمضان لرمضان. اما انت تو في رمضان كي تتفرج يسرى فيه في الاعمال بيان سور ما تراش روحك تقول تيا والله انا كان جيت في الغول هذايا راني خير برشا راني نعطي برشا. انت خاطر تقولي ما تالمش وما نحسش اكيد تحس يسرى راه بلاصتك انت كنت نجم تكون فيها انت يسرى كنت قبل صافي والله ما تحسش بلكي تفرج تو وليت نتفرج باش نقايل نقول يا تيا هي محليها والله مو مثل الحمد لله هي يسرى تحمد في ربي باش نختموا الموضوع انها عندها خدمه. انا هيت هوني لو كان هاو هاو باش نقدموا برا جيبوا ناس كيف نقول انا كان في الاعلام ناس اعلام مختصه كان في التمثيل جيبوا ناس قارية خدمة الرسمي بالحق عندنا كفاءات وعندنا عبيد راهو ما شاء الله في المعهد العالي في مصر يعرف الشيء هذا. عندنا يسرى في ذا بيك شو نهار ثلاثة موجودة في قناة تونس نا اي فوالا سافا معناتها موجودة تجي سافاوي نجيب شنو تحكي على الاكتواليتي نحكي اكتواليتي راضية على روحك سافا جو نخدم على روحي راضية بيان سور ما انا حتى كرسي باش نخدم دونك لازمني نكون راضية ومقتنعة وانا رضي روحي بطريقتي انا اللي نشوف فيها يسرى ويسرى شنو تنجم تقدم وشنو تنجم تعطي سينو لما محليها دي جون كل مره فما مواضيع فما دي زانفيتي فنانين